موضوعنا عفاف اليوم عن اضطراب التواصل الاجتماعي. قد اليوم يمكن بمجتمعاتنا بتلاقي في كتير أشخاص ما عم يقدروا يبنوا علاقات بين بعض، أو يمكن ما عم يقدروا اليوم يتواصلوا مع بعض. يمكن نحن اليوم عايشين بعالم افتراضي بعيد عن الواقع. طبعاً هذا الاضطراب هلأ منتشر كتير وبكل المجتمعات، ما في مجتمع محدد هذا الاضطراب بيصيبه، كل المجتمعات بيصيبها هذا الاضطراب، اضطراب اللغة البرجماتية يلي هو بيصير الشخص عديم القدرة على التواصل مع الآخرين، عديم الاتصال بشكل صحيح، بيكون عنده كتير مشاعر مخربطة أو حتى بشكل منتظم، ولكن هو أكيد ما بيقدر يعبر عن مشاعره ولا بأي طريقة من الطرق. اليوم رح نتعرف على هذا الاضطراب وشو سببه أيضاً، وأكيد في له طرق علاج. اليوم أكيد الطب تطور وكل الأشياء الموجودة حوالينا من علاجات هي متطورة وبتساعد على حل جميع هاي المشكلات. اليوم ما بقى في اضطراب صار صعب على أهل الاختصاص. وضيفتنا اليوم الاختصاصية النفسية خنساء البدوي. صباح الخير يا صباح الفل حبيبتي. صباح الخير دكتورة. صباح الفل، أهلا وسهلا فيكي. يعني عم نحكي عن اضطراب التواصل الاجتماعي أو في مسمى تاني عم نحكي عن اللغة البرجماتية. تمام. خلينا بداية نخبر المشاهدين نحن شو بنقصد فيها. هلا نحن مثل ما ذكرتي هادي ومثل ما ذكرت عفاف، هو عدم قدرة الأشخاص على التواصل اللفظي والغير لفظي. بين قوسين كما نذكر دائما بأنه هو اضطراب التواصل الاجتماعي، أشخاص كثر غير قادرين على التواصل الاجتماعي. يعني اليوم ممكن تعدي مع أشخاص هنن ما عندهم سمة التواصل معك، ما عندهم سمة الحديث معك، أو ما عنده القدرة على استخدام اللغة الاستيعابية أو التعبيرية ليقدر يتواصل معك. أشخاص كتير بتسألية عن حالة بتوقف صافنة، يعني أنا ما عندي قدرة على الإجابة على سؤالك. تمام. طبعا اليوم خنساء بنشوف كثير من المظاهر الموجودة، كثير ممكن من الاضطرابات، كثير أشخاص بدهم يجوا يحكوا أو يعبروا عن انفعالاتهم أو مشاعرهم بطريقة ما، كمان ما بيقدروا. اليوم شو هي المظاهر الموجودة أو المنتشرة الخاصة بهذا الاضطراب؟ مثل ما سبق وذكرنا أنه أبرز المظاهر أنه هو غير قادر على التواصل اللغوي، غير قادر على استخدام اللغة التعبيرية. بنلاحظ كثير أنه الحديث خلينا نقول أو الكلام أو عدم قدرة الأشخاص على الاتصال بتكون من خلال عدم استخدام اللغة التعبيرية. الأشخاص يلي بتعاني من عدم القدرة على الكلام مثل أطفال التوحد، الأشخاص المرضى يلي بيعانوا من الحبسات الكلامية، لأنه كونه بتتشابه دائما اللغة البراجماتية أو عدم القدرة على التواصل الاجتماعي بهي الفئة من الأشخاص اللي هن ما بيمتلكوا السبيل للحديث بشكل سلس، أو ما عندهم فئة استيعابية لغوية بشكل مكثف، أو خلينا نقول الباحة اللغوية عندهم بتكون فيها فوارق وعدم قدرة على التواصل. تمام دكتورة خنساء، خلينا هيك نوضح بشكل مفصل للمشاهدين اليوم شو أسباب هذا الاضطراب التواصل الاجتماعي بين الناس، إن كان عند فئات عمرية الأطفال أو الشباب أو حتى الكبار. شو السبب الرئيسي والأساسي اليوم؟ هلا نحن خلينا نقول بتعريف من التعريفات يلي ذكر للغة البراجماتية إنه هو داء الكريات المنجلية، هو بيصيب خلينا نقول الكريات المنجلية عند الأشخاص، ما بيكون قادر على خلينا نقول الاستيعابات الصحيحة. طبعا هو داء عصبي دماغي بحت، يعني دائما باللغة عم ينصاب الدماغ لأنه هو أساس اللغة مثل ما بنعرف هي الباحات الكلامية اللغوية، باحت بروكا فيرينكا عبر القشرة المخية إلى آخره. فنحن دائما الكلام عم يتوضع بالدماغ، كونه الدماغ أساس كل شيء عنا. فهو مثل ما ذكرنا اضطراب دماغي، اضطراب عصبي. خلينا نقول المظاهر الأولية اللي بترافقه مثل ما سبق وحكينا هو ما في عندي قدرة على التواصل. تمام. طيب اليوم خلينا هيك شوي كمان نركز أكثر على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذا الاضطراب. ممكن يكونوا هنا أشخاص عم يمروا بظروف بشعة نتيجة فقدان أحد الأشخاص، ما بقى لهم خلينا نقول إجلازة على التعبير عن مشاعرهم، استخدموا الصمت وخلينا نقول قلة الحيلة بالتعبير الكلامي أو بالأفعال، ما بقى عندهم هي القدرة على التعبير أو التواصل مع غيرهم.
مين ممكن يكون هنون الأكثر عرضة؟ هلا هون عفاف خلينا نقول الفئة اللي ذكرتيها، الأشخاص اللي يصابوا بالحبس أو الصمت أو الخرس المؤقت، اللي بيستخدموا أسلوب الخرس المؤقت بطريقة تعبيرية إنه أنا غير قادر على التعبير بفترة، خلينا نقول نفسية ما بتسمح لي إنه أعبر أو يعني طلع الكلام اللي بدي إياه، ما عندي أسلوب تعبيري أو أدائي حاول ناقشك أو حاول له فيه. علاقة شيء بالصمت العقابي؟ تماما فينا نقول هيك، الصمت العقابي بيستخدمه غالبا الأطفال، واللغة البراجماتية غالبا تصيب الأطفال. فالصمت العقابي أنا هون بستخدمه معك كطفل أو ممكن ككبير، الكبير ممكن الحبيب يستخدمه مع حبيبه تبع أنه أنا ما بدي أحكي لأنه أنا ممكن بدي استفز، بينما الطفل ما بيحكي لأنه هون أنا بدي أوصل لشي بدي. الطفل بيستخدمه بأسلوب ذكي للصمت العقابي أو الصمت الكلامي لحتى يوصل للمرمى الأساسي للهدف تبعه. اليوم ممكن تمنعي طفل عن لعبة فهو ممكن يسكت فيخوفك أنه أنت ليش سكتت، شوفي طب احكي معي بعطيك، فهو ممكن يعرف الأسلوب تبعك فيستخدم الحيل يلي أنت ما بتتبعيها فيوصل لمرحلة أنه أنا أخذت يلي بدي إياه. الكبير برضو بنفس الأداء وقت اللي يستخدم أسلوب الصمت معناتها أنا ما عاد عندي قدرة أو ما استنفذت القدرة على الكلام بكل شيء، فاستخدمت أسلوب الصمت لأنه ممكن يدخلني بحالة أو برهة وقتية للراحة النفسية أو الكمون النفسي خلينا نقول. تمام. دائما يمكن في كثير من الأشخاص ما بتفرق بين مصطلح الاضطراب التواصل الاجتماعي وبين مصطلح التوحد، يمكن تمام. اليوم بتلاقي الأعراض هي عم تكون مشابهة نوعا ما، الشخص دائما هو بيحب يضل لحاله ما بيحكي مع حدا ما بيتواصل مع الأشخاص اللي حواليه، فخلينا نوضح للمشاهدين اليوم هل الاضطراب التواصل الاجتماعي هو نفسه توحد أم لا بيفرق؟ هلا خلينا نقول انه الاضطراب البراجماتي هو بيصيب او هو بيكون قرين لهي القصص، يعني اليوم اطفال التوحد هن من الاشخاص المصابين باللغه البراجماتيه، الاشخاص اللي عندهم فرط نشاط وانتباه وتركيزهم هن من الاشخاص اللي مصابين بالضعف والقدره على التواصل الاجتماعي اللي هو البراجماتي، الاشخاص اللي عندهم خلينا نقول الحبسه اللي بتجي مفاجئه، التأتأة اللي بتجي مفاجئه، فكمان بصير عندهم اضطراب لغه براجماتيه. خلينا نقول الذكور يلي هن أكثر عرضة لهذا النوع من الاضطراب لأنه هن أقرب للصمت بالشكل الدائم، بينما البنات لا، لأنه هن دائما الحكي سمة أساسية عندهم ما بتسكت بتلاقي البنت، بينما الذكر لا يتبع أسلوب الصمت. تمام. طيب اليوم يعني هلا هي حاله كثير بشعه، ممكن الواحد بده يضطر انه يحكي او يعبر عن مشاعره ببعض المواقف، خلينا نقول مو كل المواقف اليوم بتستدعي او منيح فيها انه نحن نسكت، لازم بالعكس يكون عندنا رد فعل كبير اوقات، فلازم هون نلاقي حل لهي المشكله، هي حل ممكن يكون دوائي ولا عن طريق تدريبات ممكن تكون او معالجه نفسيه، كيف ممكن؟ هلا هون العلاج بيشتمل فريق طبي كامل، خلينا نقول من اطباء نفسيين، اطباء عصبيين، اطباء اطفال لانه كونوا بصيب الفئه الاكبر من الاطفال، اطباء او خلينا نقول علماء نفس كلينيكي، ممكن نكون بحاجه للاشخاص اللي بيشتغلوا العلاج السلوكي المعرفي، العلاج السلوكي الحركي، فئه كامله من الاشخاص اللي بتتساعد على علاج هذا الاضطراب. لانه اليوم نحن بس نقول اضطراب براجماتي معناتها انا مسحوب او ما عندي الاداء الكلاميه ابدا، لانه سبق وحكينا انه هو ما عنده قدره على التلفظ سواء الاسلوب اللفظي والغير لفظي، ممكن يكون الحركي، ما عندي قدره على استخدام الكلام التعبيري، ما عندي قدره حتى اني ممكن جاوبك او ما عندي الباحه الكلاميه اللي بتساعدني انه اخذ اسلوب كلامي مهاري معي. تمام. اليوم يمكن كمان في كثير من الناس ما توعى على أهمية هذا الاضطراب البراجماتي، خلينا نوضح لهم قد ايه هو مهم اليوم وبيأثر بشكل كتير كبير إن كان على التحصيل الدراسي أو إن كان على سوق العمل. اليوم الشباب في كتير شباب يمكن ما عندهم مهارات تواصل، وأكترية يمكن الشركات أو كل الوظائف اليوم تطلب مهارات ومن بينها مهارة التواصل الصحيح، خلينا نوضح اليوم قد ايه في إلى تأثير سلبي في حال إحنا ما عالجنا الموقف. من عام 2013 لليوم نحن عم نشوف هذا الاضطراب متزايد، أول شيء بسبب انتشار الوسائل الإلكترونية بشكل عشوائي،
خلينا نقول اساس التواصل مع اي شخص هو التواصل البصري. فاليوم انا اذا بقعد معك ما بتعطيني نظره العين، فانا بقول عنك انه شخص غير متواصل معي بشكل صحيح، لانه اليوم انا وقت بدي اتواصل بدي اتواصل معك لغويا بنظره العين وحركه الجسد، هي بداية قبل حتى استخدام الأسلوب الكلامي. فاستخدام الوسائل الأولية للكلام من نظرة عين اللي دائما بنقول فيها أنه أساس التواصل الطفل مع الأهل، أو كيف بعرف إذا الإنسان أو الطفل سليم من بداية ما بيخلق أنه هو عنده نظرة تواصل معك أو عنده تواصل بصري معك، بس يقولوا لي ايه عنده تواصل بصري معناتها الامور خلينا نقول نوعا ما رايحه نحو جيد. الاشخاص يلي خلينا نقول بتقدم على وظائف او هي القصص، اول شيء ممكن يتاخذ عنهم هي نظره العين، اسلوب التواصل الجسدي مع الطرف الاخر، اللغه اللي انت عم تستخدميها سواء كانت من بعد الاستقبال السمعي، انا عندي استقبال سمعي بعدين يليه استقبال تعبيري، انه انا بصير بدي اعطي لغه تعبيريه، فوقت اللي بسمع صح انا بدي اعبر بأسلوب صحيح وسليم. اليوم إذا بدك تسأليني سؤال أنا لازم أمتلك المهارة على الرد، فأنا إذا ما بمتلك مهارة على الرد بشكل صحيح معناتها أنا أعاني من اضطراب معين. يعني اليوم خمسة كتير هذا الموضوع حساس، ممكن يكون موجود عند كتير من الأشخاص، ممكن يكون موجود عندي وأنا ما بعرف، هيك ولو بآخر نص دقيقة خلينا ناخد العارض الأساسي اللي بيكون موجود عند الشخص لحتى يكتشف انه هو عنده هذا الاضطراب. هي نحن سبق وحكينا انه هو داء الكريات المنجليه هيك يسمى، يعني العارض الاساسي والرئيسي انه انا عندي بيكون تلف دماغي او عندي قصه دماغيه هي ادت لهذا الموضوع. وبرجع بقول انه انا بعرف هذا الموضوع اذا بلحظه من اللحظات ما كان عندي القدره على استيعاب اللي عم يحكي الطرف الاخر، او ما عندي قدره على استيعاب الكلام، ما عندي قدره على الرد، ما عندي مفردات تسعفني وتساعدني بالرد على هيكي. برجع بقول دائما وقت اللي بتسالي شخص عن حاله شو عم يعمل شو عم يسوي، ففورا بتسعفه الكلمات اللي عنده بالرد. وقت اللي بتسالي شخص خلينا نقول بمصطلح عامي بيتبلكم او ما بيعود بيعرف يعبر باسلوب صحيح، معناتها انا هون بعرف انه عنده اضطراب. ودائما الاضطرابات النفسيه الاضطرابات العصبيه هي اساس اي اضطراب لغوي. اكيد. بالختام كنتي معنا الاختصاصيه النفسيه الدكتوره خنساء البدوي، شكرا لك لوجودك معنا لليوم، لانه دائما بكل المواضيع اللي بنحكيها معك تفيدينا دائما وتفيد المشاهدين بكل المعلومات والافكار المهمه. اهلا وسهلا فيك دكتوره. شكرا لك دكتوره خنساء، شكرا لكل النصائح يلي قدمتينا اياها، وهلا بدنا نعمل كشف على حالنا اذا عندنا هذا الاضطراب. حبيبه قلبي عفوا.